معكم الدكتور سعد الحسين، طبيب مقيم في المحاضرة اليوم عن مقارنة الغثيان والأقياء عند البالغين. في المقدمة نتحدث عن الغثيان، هو الشعور بإمكانية الأقياء، قد يسبق أو يرافق أو يتبع الأقياء. تعريف الأقياء هو القذف المفاجئ لجزء أو كامل محتوى المعدي من الطعام عن طريق الفم. يمكن أن يحدث الغثيان وهو الإحساس المزعج بأنك على وشك الأقياء منفردا، أو يمكن أن يصاحب الأقياء، حيث أن الأقياء هو قذف محتويات المعدة بالقوة، أو ممكن أن يرافق عسر الهضم أو غيره من أعراض الجهاز الهضمي. يمكن أن يحدث غثيان بدون أقياء، وبشكل أقل شيوعا يحدث الأقياء بدون غثيان. مزعج أكثر من الأقياء، يختلف الغثيان عن الأقياء في غياب قذف المحتوى المعدي. بالإضافة إلى ذلك، قد يخلط المرضى بين الأقياء والقلس، وهو عودة محتويات المريء إلى البلعوم السفلي مع القليل من الجهد. التوصيات الواردة في موضوع الغثيان والأقياء متوافقة بشكل عام مع إرشادات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي. سنتحدث عن الفيزيولوجيا المرضية للغثيان والأقياء والتدبير العام للمريض الذي يعاني من هذه، عن الوقاية والعلاج من الغثيان والأقياء المحرض بالمعالج الكيميائي وخصائص الأدوية المضادة للأقياء. الوظيفة الطبيعية للقسم العلوي من السبيل الهضمي تفاعلا بين القناة الهضمية والجهاز العصبي المركزي، حيث يتم التحكم في الوظيفة الحركية للأمعاء عبر ثلاث مستويات رئيسية، هي الجهاز العصبي الودي والجهاز والخلايا العضلية المدساء. تتوسط 5 مستقبلات أساسية في النواقل العصبية في الأقياء، منها مستقبلات المسكارينية، الدوبامين، الهستامين، السيروتونين والنوروكينين. نتحدث عن فيزيولوجيا للأقياء. توجد مستقبلات حسية على طول الأنبوب الهضمي وفي البريتوان والجهاز الدهليزي في الأذن الداخلي، يؤدي تنبيه هذه المستقبلات إلى تشكيل سيالي عصبي تتجه إلى قاع البطين الرابع في الدماغ، حيث مركز الأقياء يحرك توليد أمر حركي ينتقل إلى عضلات البطن والحجاب الحاجز فيحثه على التقلص. فتقوم هذه العضلات والضغط على المعدة وإخراج محتوياته عبر المريء، وهذا ما يدعى بالإقياء. مركز الإقياء يتنبه طريقين: تنبيه مباشر هو سبب أورام الدماغ أو أمراض عصبية أخرى الشقيقة، تنبيه غير مباشر سببه أي تخريج لمستقبلات البريتوان أو مستقبلات موجودة بالأنبوب الهضمي. هون شرح على المستقبلات وآلية العمل شلون بتكون. إما عن طريق ودي أو طريق نظير ودي، بتتنبه عن طريق الودي، بتتنبه عن طريق النخاع الشوكي، بيرسل السيال العصبية بنبه مركز الأقياء، أو عن طريق العصب المبهم نظير الودي، مستقبلات السيلكولين. مستقبلات موجودة بالسبيل المعوي، موجودة بالبريتوان، موجودة بالشرايين الكليلية، موجودة بالأقنية الصفراوي. جميع هذه المستقبلات بتنبه مركز الأقياء. المقاربة والتدبير. المرضى الذين يعانون يراجعون قسم الطوارئ. وصلنا عند المقاربة والتدبير. في الحاد في الحالة الحادة لساعات أو لعدة أيام، هذول المرضى بيراجعوا قسم الطوارئ. أما المرضى اللي بيكون أعراضهم مزمنة، فغالبا هذول بيراجعوا العيادات الخارجية.
طوارئ الاضطرابات التي تهدد الحياة، مثل انسداد الأمعاء، الاحتشاء المساريقي، التهاب بنكرياس الحاد، احتشاء عضلة القلب. في كل من قسم الطوارئ والعيادات الخارجية الروتينية يجب اتباع خطوات ثلاثة التالية في المرضى الذين يعانون من الغثيان والأحياء. يجب البحث عن السبب مع التركيز على الأعراض إن كانت حادة أو مزمنة. يجب تصحيح مضاعفات الغثيان والأحياء مثل نقص السوائل، توفير العلاج المناسب عندما يكون ذلك ممكنا، على سبيل المثال جراحة انسداد الأمعاء أو الورم الخبيث. في حالات أخرى يجب معالجة الأعراض. التاريخ والفحص السريري. في البداية يجب أخذ قصة سريرية وفحص سريري بدقة. في معظم الحالات يمكن تحديد سبب الغثيان، أما إذا كانت هناك حاجة إلى اختبار إضافي فيجب أن يسترشد بمدة الأعراض، تكرار الأعراض، شدة الأعراض، بالإضافة إلى خصائص نوبات الأحياء والأعراض المرتبطة بالأحياء. السمات السريرية التالية مهمة بشكل الغثيان والأحياء، خاصة المواد الأفيونية والقنب. غالبا ما يشير ألم البطن مع الأحياء إلى يشير انتفاخ البطن والمضض إلى انسداد الأمعاء. تقيئات شديدة للطعام الذي تم تناوله قبل عدة ساعات تشير إلى انسداد في المعدة أو خزن المعدة. يشير قيء الدم أو أحياء طحل القهوة إلى نزف هضمي علوي. غالبا ما تشير الحموضة المعوي مع الغثيان إلى مرض المعدة المريئة على شكل غثيان مزمن دون أعراض ارتجاع نموذجي. الأحياء في الصباح يوحي بانسداد معوي أو ممكن سور معدي معوي. دوار ورارة هما نموذجيان لالتهاب العصب الدهليزي وأسباب أخرى للدوار. يرتبط الشرح المرضي أيضا بالإنسان المشعر، تلوثات على ظهر اليد. يدعى الأمراض الفيروسية أو البكتيرية الشائعة قد تسبب أحياء ضمن عائلة واحدة. التنظير الهضمي. يجب أن يخضع معظم المرضى الذين يعانون من الغثيان والأحياء المزمن غير المبرر لتنظير المري والمعدي والاثني عشر لتحديد انسداد المعدي أو اضطرابات أخرى التي يجب أن يكون لها علاج محدد. ومع لما تكون طبيعية مما يشير إلى سبب مجهول وظيفي ممكن. تقييم إفراغ المعدي في المرضى الذين يعانون من الغثيان والأحياء المزمنين، إذا لم يتم العثور على انسداد ميكانيكي عن طريق تنظير الهضم يمكن الاختبار تفريغ المعدة الومضاني أن يظهر التفريغ المتأخر. ومع والغثيان والأحياء يتدخل في المرضى الذين يعانون تشخيص تفريقي للغثيان والأحياء. العديد من الاضطرابات ترتبط بالغثيان والأحياء أو ممكن يكون أسباب جهاز عصبي مركزي، شقيقة، ارتفاع ضغط داخل القحط الخبافي، نزف أقطار، التهاب سحايا، صفاء دماغ، ورم مخي كاذب. ممكن يكون أسباب معدية مثل التهاب معدي والأمعاء الفيروسي أو الجرثومي. أسباب غير معدية التهاب أذن وسطى. ممكن الأدوية تسبب أيضا الغثيان والأحياء، العلاج خصوصا أدوية العلاج الكيميائي السرطان مما بسبب أحياء بشكل شديد، متوسط، معتدل. ممكن اضطرابات الأمعاء والغشاء البريتواني، خزان المعدي، انسداد الأمعاء المزمن، عسر الهضم، داء القولون العصبي، اضطرابات الجهاز العصبي العضوي، قدوم بنكرياسي، التهاب داخل الصفراء، قرحة هضمية، التهاب مرارة، التهاب بنكرياسي، التهاب كبد، داء القولون، اضطراب مساريقي. جميع هذه الأمراض تكون مسببة للأحياء والغثيان. الأدوية ممكن الأسبرين، المضادات التهاب الأدوية القلبية، حصرة في تحصرة قنوات الكلس. مثل فرط نشاط جرار الدرق، قصور جرار الدرق، فرط نشاط درق ده أديسون، بورفيريا الحادي. ممكن الغثيان والأحياء بعد الجراحة، متلازمة الأحياء الدوري،
ممكن مضادات فيروسات، أريثروميسين، تتراسكين، أدوية مضادة للسل، النيكوتين، منشطات الجملة العصبية المركزية، المخدرات، أدوية مضادة للباركنسون، مضادات الاختلال، إنشاء العضلية القلبية، فشل القلبي، علاج شعاعي للبطن وأسفل الصدر، أدوية مثل الثيوبلين. راح نتحدث عن اضطرابات معينة. في اضطرابات حادة واضطرابات مزمنة. الاضطرابات الحادة يأتي التهاب المعدة والأمعاء الحاد في المرتبة الثانية بعد نزلات البرد كسبب فقدان الإنتاجية. تسبب الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية اضطرابات حادة تتميز بالإسهال مع أو بدون الأقياء. يعتبر القيء شائعا بشكل خاص مع الأخماج التي تسببها فيروسات الرتة والفيروسات الغدية المعوي والنوروفيروس والمكورات العنقودية المذهبة. غالبا ما تسبب إصابة فيروس كورونا متلازمة تنفسية حاد، أعراض معدية معوية خاصة إسهال، ألم في البطن، فقدان الشهية، غثيان، وقياء، ويمكن أن تسبق هذه الأعراض المظاهر التنفسية. الغثيان والإقياء بعد العمليات الجراحية حوالي أو كيما بعد تلقي التخدير العام. تم توجيه معظم الأبحاث نحو الوقاية بدلا من علاج الأعراض المحددة، طبعا يعني الوقاية من الإقياء قبل العمل الجراحي أحسن. تشمل عوامل الخطر الجنس الأنثوي، حالات عدم التدخين، قصة سابقة للغثيان والإقياء بعد الجراحة، استخدام المواد الأفيونية بعد الجراحة، قصب الدهليزي الذي يتميز باضطراب التيه الحاد ببداية سريعة للدوار الشديد مع غثيان وقياء وعدم استقرار بالمشي. أيضا الغثيان والإقياء الناجم عن العلاج الكيميائي، الغثيان والإقياء من راح نحكي عن الاضطرابات المزمنة. الغثيان والإقياء أثناء الحمل، حوالي 74% من النساء الحوامل يعانين من الغثيان مع أو بدون الإقياء، 50% يعانين من الإقياء لوحده. تشمل عوامل الخطر قلة التعليم أو الدخل، الأصل الأفريقي الأمريكي، الجنين الأنثوي، والحمل المتعدد، ومرض ورم الأرومة الغازية الحملة، وتتلف الصبغة 21، اضطراب في حمل سابق، وتاريخ دوار الحركة أو الصداع النصفي أو الغثيان المرتبط باستخدام موانع الحمل الحيوي على الأستروجين. يبدأ هذا الاضطراب دائما في غضون الأسابيع التسعة الأولى. بعد الأسابيع التسعة فالموضوع يحتاج إلى تقييم بشكل أدق. معدي ينطبق مصطلح خزل المعدي على تأخر إفراغ المعدي كما هو موجود في اختبار تفريغ المعدي الممضاني أو أي إجراء آخر في حال عدم وجود انسداد ميكانيكي. خزل المعدي مجهول السبب، خزل المعدي السكري هما المجموعتان الأكثر شيوعاً. تخطيط المعدة الكهربائي يمكن أن يكشف عن شذوذات عند بعض المرضى، لكن دور هذا الإجراء في التدبير غير مؤكد. أيضا القلس المعدة المريئة يمكن أن يكون الغثيان عرضا للقلس. يمكن أن يكون الغثيان عرضا لل تضيق البواب بسبب الورم الخبيث أو القرحة الهضمية. قد تستجيب الوذم الالتهابي المصاحبة للقرحة للعلاج بتثبيط إفراز الحمض وشفط الأنبوب الأنفي المعدي، ومع ذلك قد تستمر التضيقات اللي فيه بعد التئام القرحة. يعد توسيع بالبالون العلاج. أيضا التهاب المعدة والأمعاء الأيوزينة بالحميضات، ارتشاح حميد بالأيوزينات في القناة الهضمية غير شائع، لكن تشخيصه مهم بشكل خاص لأن العلاج بالاستيرويد عادة ما يكون فعالا. يمكن أن يحدث المرض من المريء إلى القولون، وتعتمد ما يرتبط التهاب الغشاء المخاطي في المعدة بالغثيان والإقياء. انسداد الأمعاء المزمن الكاذب مجهول السبب. الانسداد الكاذب المعوي المزمن عادة ما يكون ثانويا لاضطراب كامل يؤثر على الوظيفة العصبية والعضلية. يشير إلى انسداد الأمعاء
تشريحي تعيق تدفق محتويات الأمعاء. الاضطرابات الوظيفية المسببة للغثيان والإحتياء. معايير روما الرابعة حددت 3 اضطرابات للغثيان والإحتياء، كل منها يتطلب تحقيق المعايير. معايير روما الرابعة حددت 3 اضطرابات للغثيان والإحتياء، كل منها أشهر على الأقل مع أعراض لمدة 6 أشهر قبل التشخيص. متلازمة الغثيان والإحتياء المزمنة يجب أن تشمل جميع المعايير. غثيان شديد بما يكفي للتأثير على الأنشطة المعتادة، ويحدث على الأقل يوم واحد في الأسبوع مع يستبعد الإحتياء الذاتي أو اضطرابات الأكل خلاص. لا يوجد دليل على وجود أمراض عضوية أو جهازية أو استقلابية من المحتمل أن تؤثر الأعراض في الفحوصات الروتينية، بما في ذلك التنظيف الهضمي العلوي. متلازمة الإحتياء الدوري يجب أن تتضمن جميع معايير روما الرابع. نوبات بسيطة من الإحتياء بغض النظر عن شدة النوبات ومدتها، على الأقل 3 نوبات منفصلة في السنة السابقة ونوبتين في الأشهر الستة الماضية، تحدث أسبوعيا وكل نوبة على حدة. يمكن أن يحدث بعض الأعراض خفيفة مع غياب الإحتياء بين النوبات. وجود تاريخ لقصة عائلية إيجابية لصداع الشقيقة يدعم التشخيص. قد يختلف تدبير الغثيان والإحتياء الحاد عن المزمن، ويمكن أن يكون الإحتياء أكثر استجابة على العلاج الدوائي من الغثيان. العلاج الدوائي، هناك قلة في التجارب العلاجية عالية الجودة في مقارنة فعالية الأدوية المختلفة في علاج الغثيان والإحتياء الحاد. حددت مراجعة منهجية 8 تجارب سريرية عشوائية في المرضى الذين قدموا إلى أقسام الطوارئ، منها 3 تجارب قارنت ميتوكلوبراميد 3 تجارب، أوندانستيرون تجربتان، بروكلوربيرازين تجربة واحدة، ودروبيريدول تجربة واحدة. وكشف فقط دروبيريدول في دراسة شملت 48 مشاركا عن تحسن كبير مقارنة بالدواء الوحيد. التهاب المعدة والأمعاء الحاد هو الاضطراب الأساسي الأكثر شيوعا في المرضى الذين يراجعون قسم الطوارئ، ولكن كان لدى المشاركين مسببات في توجيه العلاج للمرضى الذين يعانون من أسباب محددة. وكثيرا ما يعتمد العلاج على تفضيلات المريض وتكاليف الدواء وسلامته. مضادات الإحتياء ومستفزات الحركة. الغثيان والإحتياء الحاد أو المزمن يمكن أن يشفى في كثير من الأحيان. البروكلوربيرازين هو مضاد للإحتياء، يخفف جزئيا من الغثيان والإحتياء، تضبط مخاطر انخفاض ضغط الدم، آثار جانبية خارج السرير الهرمي. عادة ما يجب أخذ بروكلوربيرازين بعين الاعتبار في مثل هذه الحالات قبل تجربة مضادات مستقبلات السيروتونين أو الأدوية المحفزة للحركة. مضاد مستقبلات الدوبامين كالميثوكلوبراميد يجمع بين خصائص مضادة للإحتياء ومحفزة للحركة، ومع ذلك يمكن أن تتراكم مع آثار جانبية خارج. عند إعطائه عن طريق الوريد، فإن استخدام التسريب البطيء لمدة تزيد عن 15 دقيقة تقلل من حدوث الأعراض خارج الهرمية. اختراقه لحاجز الدموي الدماغي ضعيف جدا. لم يتم اعتماد دوميبريدون للاستخدام في الولايات المتحدة، ومع ذلك شجعت إدارة الغذاء والدواء الأطباء الذين يرغبون في وصف عقار دوميبريدون لمرضاهم الذين من الأدوية المحفزة للحركية الأريثروميسين ناهض لمستقبلات الموتيلين، وبالتانيكول ناهض مستقبلات المسكرين. يحتوي الأريثروميسين على هامش علاجي ضيق من تأثيراته الجانبية الألم بالبطن والغثيان، وبالتالي يمكن أن يحسن إفراغ الماء بالتجارب السريرية المنشورة لعلاج الأريثروميسين الفموي بأنواع مختلفة من خلل المعدي. أن جميع الدراسات كانت ضعيفة من المرضى. الآثار الجانبية للبيتانيكول مماثلة لتلك الخاصة بالأزيثروميسين، وبيانات تجريبية أكثر محدودة.
تشكل مضادات السيروتونين مثل الاندنستيرون حجر الزاوية في علاج تضييق الحاد الناتج عن العلاج الكيميائي. مضادات الاكتئاب، تلعب مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل الأمتريبتيلين كوقاية من متلازمة الإلقاء الدوري. العلاج الجراحي، تم إجراء فغر المعدي وراء البواب وفغر الصائن واستئصال المعدي في المرضى الذين يعانون من خزل المعدي مجهول السبب، التقارير كانت غير خاضعة للرقابة وغير معممة، وكانت الفائدة غير مقنعة باستثناء استئصال المعدي في المرضى الذين يعانون من خزل المعدي بعد الجراحة. اختيار مضادات الإقياء حسب الحالة السريرية، في حالة الصداع النصفي استخدام الميتوكلوبراميد أو الكلوربيرازين، ممكن كمان استخدام معكسات السيروتونين. في حالة الغثيان الدهليزة استخدام مضادات الهستامين والمعكسات الكولينرجية. النواقل العصبية المرتبطة هي الهستامين والأستيل كولين. في حالة الغثيان الناجم عن الحمل، في حالة الغثيان فقط استعمال البروميثازين كخط أول واستخدام معكسات السيروتونين والاستيرويدات القشرية كخط ثاني. النواقل العصبية المرتبطة غير معروفة. يمكن استخدام معاكسات الخط الأول معاكسات الدوبامين، ممكن بالخط الثاني استخدام معاكسات عليه من ناحية التفضيل. النواقل العصبية هي الدوبامين والسيروتونين. في حالة الغثيان والإقياء بعد الجراحة كوقاي ممكن استخدام دكساميثازون. في حالة العلاج ممكن استخدام معاكسات الدوبامين مضادات السيروتونين والدكساميثازون. النواقل العصبية المرتبطة هي الدوبامين والسيروتونين. ملخص وتوصيات، يمكن أن يحدث الغثيان وهو الإحساس المزعج بأنك على وشك التقيؤ المفردي أو قد يصاحبه الإقياء وهو قتل محتويات الناتج أو عسر الهضم أو أعراض أخرى من الجهاز الهضمي. يختلف التهوع عن الإقياء في حال عدم تدرك محتويات المعدة وهو عودة محتويات المريء إلى البلعوم السفلي مع القليل من الجهد. عواقب أو مضاعفات الغثيان والإقياء، على سبيل المثال نقص السوائل، تحديد تصحيح نقص البوتاسيوم والدم والقلائل الاستقلابية. يجب البحث عن المسببات، يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الاضطرابات إلى الغثيان مع الإقياء أو بدونه. يجب التعامل مع التشخيص التفريقي المتنوع للغثيان والإقياء في البداية مع التاريخ الدقيق والفحص السريري. في معظم الحالات يمكن تحديد سبب الغثيان والإقياء من التاريخ والفحص السريري، ولا يلزم إجراء اختبارات إضافية. مثل على سبيل المثال المريض لديه تاريخ فحص يشير إلى التهاب المعدي ولا معه، يجب أن يسترشد الاختبار بمدة الأعراض، تكرار الأعراض، شدة الأعراض، بالإضافة إلى يجب أن يخضع معظم المرضى الذين يعانون من الغثيان لتحديد الاضطرابات التي يجب أن يكون لها علاج محدد. ينبغي توفير العلاج المناسب عند الإمكان، سبيل المثال جراحة الانسداد الأمعاء أو الورم الخبيث. في حالات أخرى يجب معالجة الأعراض. قارنت القليل من التجارب العلاجية عالية الجودة فعالية، ومع ذلك يمكن علاج الغثيان والإقياء الحاد أو المزمن عن طريق الأدوية المضادة للإقياء أو منشطات الحركة اعتمادا على السبب الأساسي.